بسم الله الرحمن الرحيم. هذه شجرة سيال محملة بالثمار، ثمار تسمى الحبلة. هذه الحبلة في اللهجة المحلية، وربما تكون هذه التجربة الأولى لهذه الشجرة في الإنتاج نظرا لصغرها وقياسا على الكم. تعتبر تجربة ناجحة في الإنتاج وتبشر بمحاصيل كبيرة، وبجوارها شجرة سدر معمرة تشاركها الفرحة وتبادلها التهنئة وتبارك المنتج الجديد أو المواليد الجديدة بما تمده نحوها من الأغصان، وبهذا الارتفاع والذي لا يخلو من مظاهر العلو الكبرياء على ما حولها من الأشجار.